كذلك بدأت أقرأ على المصابين بالمس والسحر. فذات مرة جئت أدخل البيت فإذا برجل يلقاني على الباب عنده ثياب بيض وعمامة. قال أنا من جن المدينة الصالحين. قلت ما تريد؟ قال أريد أن نتعاون معك في القراءة وفي معالجة المصابين بالمس والسحر. قلت له أنا لا أحتاجك أن تعاون معي. ثم اختفى من أمامي، فعرفت أن هذا جني يعني جاء ليستدرجني لأدخل في هذه الفتنة، وهي في فتنة الاستعانة بالجن. والاستعانة بالجن يعني تجعل الشخص يستعبد من قبل المستعان به من الجن، وكذلك يمكر به من قبل الجن. فصرفه الله عنه وبقي عملنا سائرا والحمد لله على بعد من الأمور التي تخالف شرع الله، تخالف دين الله عز وجل. كذلك ذات مرة جاءني اثنان وهما من يعني ممن هم في جماعة التكفير والتفجير والاغتيالات وفي هذه الفتن. فجاء إلي وألح علي أن أدخل معهما، وقالوا عندنا السلاح سنعطي لك سلاح، وعندنا أموال سنعطي لك أموال. وكانوا في ذلك الوقت يعطون الأموال بالدولارات، يعطون الأموال بالدولارات. قلت لهم أنا مقتنع بما أنا عليه. فكما أنكم مقتنعون بما أنتم علي فأنا مقتنع بما أنا عليه. فانصرفوا ولم يعودوا إلي مرة ثانية والحمد لله، وسلم لي أمري من الدخول مع هؤلاء الذين يغرون بالمال والذين يسعون هذه المساعي التي هي كما تعلمون علماء الإسلام الذين يسيرون على التمسك أنهم يحذرون من الدخول مع أصحاب التكفير والتفجير والتلغين إلى آخره. فالحمد لله صرفهم الله عني وحفظني، واستمرت الدعوة على خير ولله الحمد والمنه.